مرحبا، اليوم أول شي بدي عيدكم بمناسبة قروب العيد. إن شاء الله كل سنة وإنتوا وعيالكم سالمين. هلأ بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلال فريرا روشيه. عنا بسكوت ويفر بهيدا الشكل، 18 قطعة، بندق حمصتون، بندق حب وبندق ناعم، وعنا نوتيلا كمان 200 جرام شوكولا بهيدا الشكل قطعتن. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا نكسر هول الويفر، نكسرهم شي خفيف بهيدا الشكل. شفتوا كيف دغري بيتكسروا بهيدا الشكل؟ بس كسرتهم بهيدا الشكل، هلا بحط فوقهم الشوكولا. اول شي تخلطهم شوي. بعجنهم مع بعض. بعد ما عجناها حطيتها على ورقة الزبدة، كمان بحط ورقة تانية بهيدا الشكل. حاول مدة نفس المستوى كله مع بعض. هيدي السمكة المطلوبة. هلا زي ما هي بحطها بالفريزر حوالي 10 دقايق. بعد ما حطيتهم بالفريزر حوالي 10 دقايق، هلا بدنا نشوف مع بعض الطريقة كيف بدنا نعملها. عنا هيدي القطاعة، وممكن كمان نستعمل كوب بهيدا الشكل. كمان نستعمل كوب، نضغط عليها بهيدا الشكل. شفتوا كيف؟ كمان نفس الشي راح استعمل انا الكوب، بعتقد عشان الحجم اصغر شوي، أصغر شوية حجم الكوب. نفس الشي بنضغط عليها. هلا بشيلهم عن الورقة بهيدا الشكل. هلا هولي كمان برجع فيني مدهم حطهم بالفريزة وكرر الطريقة. بعد ما حطيتهم بالصحن بهيدا الشكل، هلا بدنا نحط شوكولا. عنا كيس الكريمة شوكولا شي خفيف بهيدا الشكل، وبحط حبة بندق. عندي هون ورقة كليم فيلم، عندي ورقة نايلو خاصة للطبخ للحلويات، بدهن عليها نقطة صغيرة زيت نباتي.
عشان ما تلزق. عم حاول اعملكم اي طرق سهلة عليكم. بشيل الشوكولا بهيدا الشكل، بسم الله، كمان بعملها بالنايلون على رواق. شفتوا كيف عملكم ياها طريقة سهلة قد ما فيني. عم حاول بسكن النايلون منيح. هيدا الشكل هيدي طريقة لفتها، بعرف غريبة وجديدة. نضغط عليها شوي شي خفيف وبحطها بالبندق. شفتوا شو سهلة طريقتها؟ كتير كتير عطيتكم طريقة سهلة وما بتوسخ الايدين. هلا بحط عليها بندق بهيدا الشكل. صار عنا كرة. طريقة كتير سريعة وحلوة. حطها بصحن. لعدلكم الطريقة كمان، نفس الورقة هي زيتها بستعملها، نقطة زيت نباتي خفيف. كمان حط عليها العجينة. شوكولا، حبة بندق، منضب النايلو على بعض بهيدا الشكل. بضغط عليها ان شاء الله الفيديوهات اللي عم بعملها تكون عم بتنال اعجابكم. عملها بهيدا الشكل. هلا بنحطها بقلب البندق. برش عليها بندق. بكفي الباقيين وبرجع بتلاقى انا وياكم. بعد ما عملناهم كرات مع بعض بهيدا الشكل، هلا بدي احطهم بالفريزر اقل شي ساعة. بعد ما حطيتهم ساعة بالفريزر دوبت الشوكولا. عندي كمان بندق مكسر ورقة زبدة لنكفي الطريقة. بحط البندق فوق الشوكولا، بنخلطهم مع بعض منيح. هلا بحط، بغطى بالشوكولا وبشيلها. اكيد مبينت لكم الطريقه. هيدا الشكل. هلا منشيلها من الشوكولا. بحطها على ورقة الزبدة. كمان نفس الشيء، بشيل وحدة بغطى بالشوكولا والبندق، بعملها بهيدي الطريقة. ومن
نشيلها. ورق الزبده لكف الباقيين بعد ما غطيناهم بالبندق والشوكولا بهيدا الشكل. هلا بحطهم بالبراد. هيدي الفريرا روشيه بعد ما حطيتها بالبراد هلا بنشيلها بنحطها بصحن. واو شكلها كتير مثل ما شايفين مرطب وحلو. كمان بدنا نشوف كيف طلعت من الداخل. بسم الله. واو هيدا الشكل النهائي. هيدا البندق الشوكولا النوتيلا هياها وهيدي العجينة. شكلها كتير روعة. هيدي الفريرا روشيه اللي عملتها انا وياكم. طريقة تحضير حلوى الرافاييلو. عندي 100 جرام جوز الهند وعندي هون كمان جوز الهند لنغط فيه الكرات. بدي استعمل نص ملعقة صغيرة فانيلا وعندي كمان لوز قليتهم بالسمنة ونص كوب نسلة حليب مركز. لبلش الطريقة انا وياكم. بسم الله. بحط نص ملعقة صغيرة فوق جوز الهند فانيلا. بحط نسلة ربع فنجان. بحركن مع بعض بعجن بالايد افضل. بعد بدي كمان نسلة بعجن. بصروا ينكمشوا مع بعض بهيدا الشكل. هلا ما عاش حط فوق النسلة. ما استعملت النسلة كلهم ضل شوي. استعملت اقل من نص الكوب. بعملهم بهيدا الشكل لو لزقوا ما بيأثر. بضغط حط حبة لوز كمان بضغط عليها. هيدا الشكل. بعد ما عملتهم كرات بهيدا الشكل هوني عندي شوكولا ابيض دوبتن على البخار وعندي جوز الهند. بسم الله. بحط الكرة بهيدا الشكل بالشوكولا الابيض. خليها تزلي منيح. برجع بحطها بجوز الهند. كل حبة بصغطها بالشوكولا الابيض ورش عليها بهيدا الشكل جوز الهند. اعملها على رواق بهيدي الطريقة. لمسي خفيفة هيك. كمان نفس الشي رفيقتها. هلا بحطهم هوني. هلا بحطهم بالبراد ليسقع الشوكولا الابيض حوالي 10 دقايق. هول الرافاييلو اللي عملتهم انا وياكم. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. The English recipe for this video is in the description box. Bye bye.